مساء الخير. النهاردة فيديو كده سريع عشان نعرف ازاي نتعامل مع الحرارة العالية لما تيجي للطفل. اول حاجة احنا بس بنقلق من الحرارة لما تبقى عالية شوية، يعني فوق 38.5، لكن لو دافي خفيف او الكلام ده ما بنبقاش قلقانين، ونعرف ان التشنجات الحرارية دايما اللي اتكلمنا عنها قبل كده بتحصل للاطفال اللي من عمر 6 سنين، من 6 شهور ل5 سنين، يعني قبل كده ما بيبقاش فيه تشنج وبعد كده ان شاء الله ما فيش فيه تشنج، فبرضه ما بقلقش قوي من الموضوع ده. اول حاجه اعملها قبل ما ادي دواء او قبل ما ادي اي حاجه ان انا ابدا احاول ان انا اعمل كمادات للطفل، يا اما اعمل له كمادات في الاماكن اللي فيها الاوعيه الدمويه الكبيره زي مثلا حوالين الرقبه، تحت باطه، بين الفخاد، الكلام ده، او ان انا اخده انزله في البانيو واقعده مثلا شويه في الميه كده لحد ما الحراره بتاعته تستقر. طبعا الكمادات بتبقى ميه فتره مش ميه من الثلاجه، يعني ما اروحش اجيب ميه من الثلاجه عشان اعمل كمادات للبيبي، ما ينفعش. بعمل الكمادات بميه فتره وبصبر عليها شويه لحد ما الحراره تبدا تنزل. جابت مثلا معايا 38 او الكلام ده، ببدا ادي خافض بيكون مناسب بالنسبه لسن البيبي. الاطفال الصغيرين اللي تحت 6 شهور بدلهم المنتجات اللي هي بتاعه الباراسيتامول زي السيتال والابيمول والحاجات ديت. فوق 6 شهور بديله مثلا البروفين، وممكن على السنه ادي الحاجات اللي فيها الديكليفونات زي الكاتفلاي او الدولفين او الكلام دوت. يبقى اهم حاجه عندنا ان انا اعمل كمادات الاول وبعد كده ابدا الخافض. تاني حاجه، لما الاقي الطفل سخن ما اجيبوش بقى واقعد اغطيه بقى ب100 حاجه، واصل الطفل سعان، طب واطفي المروحه، طب اطفي التكييف، طب ما تحطوهوش، طب اقفل الشباك، طب ما انا كده برضو يا جماعه ما بخليش الحراره بتاعته تخرج. لا، انا مهم برضو ان انا اجيبه كده واقعده في مكان متهوي شويه، بس طبعا ما يبقاش جسمه مبلول عشان ما يبردش مننا ويخش في قصه تانية، بس برضو يقعد في اوضه جوه متهوي، وبلبسه هدوم قطن بتبقى خفيفه بحيث ان الحراره تبدا تخرج شويه، وبدي الخافض وبستنى عليه يبدا ينزل الحراره. طبعا الحراره ما بتنزلش فجاه، يعني مجرد ان انا ادي لبوس مش هلاقي الحراره نزلت على طول، او ادي دواء شرب بلاقي الحراره نزلت على طول، بتاخد وقت شويه بصبر عليها وببدا اتابع السخونيه لحد ما تبدا الحراره تستقر، وبعد كده باخد واكشف عليه عشان اطمن سبب السخونيه ديت ايه. مهم قوي ان احنا نعرف ان مفيش مرض اسمه حراره، الحراره دي بتبقى عرض لمرض ما، مهم ان هو يتعالج كويس. شكرا.